السلام عليكم. في خضم الأزمة الصحية التي خلفتها في العالم، ألهبت جائحة كورونا أيضاً مشاعر الناس خوفاً من الآثار السلبية التي ستتركها على الاقتصاد العالمي. وبما أن كثيراً من الدول العربية لا تملك اقتصادات قوية وبعضها يعيش على المعونات الخارجية، فإن هذه الدول تقف على الخط الأول في معركة تحاشي ضربة اقتصادية محتملة من جراء هذه الجائحة. هذا الخوف وراءه هبوط حاد في أسعار النفط وشلل في السياحة وتراجع معدلات الإنتاج وشبح فقر، تقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا. تقول إن أكثر من 8 ملايين إنسان في الوطن العربي معرضون للدخول في مستوى خط الفقر. لكن أين وجه الخطورة بالتحديد على اقتصادات الدول العربية بسبب جائحة كورونا؟ وأي خيارات لدى هذه الدول في مواجهة الآثار السلبية التي بدأت تظهر على اقتصاداتها؟ وهل دخل العرب حقا مرحلة تحولات في طبيعة اقتصاداتهم وبناها؟ كان هذا بعض أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 4 ملايين إصابة حول العالم، فإن الفيروس تسبب بأزمات اقتصادية عالمية ليلقي بظلاله على اقتصاديات الدول العربية، فكشف عن هشاشة اقتصادها وعدم قدرته على تحمل أعباء مواجهة الفيروس. لم تبقى دولة عربية إلا وتأثرت بهذه الأزمة، فتصدع الاقتصاد بشكل كبير في بلدان لم تصل حتى إلى الاكتفاء الذاتي، وتعيش معظمها على الدعم الدولي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي لتلك البلدان بعد انتهاء الوباء، فيما بادرت دول عربية ذات اقتصاد قوي إلى اتخاذ تدابير وقائية مشددة. نقص وسائل الحماية الطبية وقلة الأغذية والمنتجات الحيوية الأخرى، فضلا عن الركود والبطالة المتفشية قبل انتشار الوباء، قد تعصف باقتصاد كثير من الدول العربية. ومن هنا حذرت لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا إسكو من أن تداعيات كورونا قد تلقي بأكثر من 8 ملايين شخص إضافي من سكان المنطقة العربية في براثن الفقر والجوع، وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 100 مليون عربي يعانون من الفقر حالياً. خلال الأشهر الأولى لتفشي كورونا، فإن دولا عربية كلبنان وفلسطين أصبحت بأمس الحاجة إلى الدعم المالي لتخطي الانهيار الاقتصادي. وفي هذا الإطار يتوقع أن تتراجع قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في 2020 بنسبة كبيرة بسبب الانهيار الحاصل في أسعار النفط، حيث يمثل النفط قرابة 64% من إجمالي الصادرات العربية. واقع العلاقات الاقتصادية والسياسية السيء في المنطقة العربية قد يجعل الحديث عن مشروع لتعاون اقتصادي عربي بالأمر المستحيل في ظل الظروف البيئية والخلافات السياسية، ولكن ثمة من يتطلع من شعوب المنطقة إلى استفاقة تنتاب الحكومات العربية بعد أزمة كورونا، تدعوها للعمل بشكل جدي في تفعيل مشروع التعاون الاقتصادي العربي وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لنجاحه. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة اسطنبول، وعبر الهاتف من الرباط الدكتور عبد السلام بلاجي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ بالاسطنبول. دكتور أشرف، العالم حقيقة يعيش هلعا بسبب الآثار الاقتصادية المنتظرة لجائحة كورونا على اقتصادات جميع الدول وخصوصا الدول الصناعية والكبرى. هل هذه الأضرار الصناعية، بغض النظر عن ماهيتها، هل هذه الأضرار الاقتصادية على هذه الدول بالضرورة تنسحب على المنظومة العربية، على الدول العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر حضرتك استفسارات وسؤالك والدكتور عبد السلام. طبعا شيء طبيعي في الأزمات دي أزمة. العالم النهاردة قرية صغيرة، بل نستطيع نقول حارة بسيطة، والأزمة دي ظهرت في القطاع الصحي ثم انتقلت إلى كافة قطاعات الاقتصاد. كافة قطاعات الاقتصاد بتختلف حسب دولة التانية، زي برضو القطاع الصحي ما بيختلف من دولة التانية حسب مؤهلات وتكوين القطاع داخل الدولة. فشيء طبيعي الدول الصناعية بتتأثر والدول غير الصناعية أيضا بتتأثر، والقطاعات في كل الدول دي تأثرت إيجابا أو سلبا في هذا الإطار. يعني لو احتاجنا شيء من التفصيل ممكن أبين لحضرتك، بس ردا على سؤالك، بأمر طبيعي أن يحدث نوع من التأثر لكافة القطاعات الموجودة داخل الدول، لأن الموضوع بدأ أزمة صحية ثم انتشر إلى القطاع الحقيقي والمالي والنقدي والتجاري أيضا في كل النواحي.
طيب لو تلخص لنا يعني بعجالة دكتور أشرف، يعني طبيعة الضرر الذي سيحصل عالميا وليس فقط في الدول العربية، ربما هذا أسأل عنه بعد قليل الدكتور أشرف، أستاذ عبد السلام عفوا، لو تحدث لنا عن الاقتصاد العالمي كيف سيتضرر بسبب هذه الجائحة؟ الاقتصاد العالمي أصلا دخل في مرحلة كساد، ده رقم واحد، مش باعترافي أنا، ده باعتراف المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دخل في مرحلة كساد. ومرحلة الكساد مش مرحلة واحدة، هي بتمر يمكن لخمس مراحل. بيبقى المرحلة الأولى فيها بتبقى يعني مبسطة، إن العرض زيادة عن الطلب، فبيحصل نوع من دلوقتي الكساد في مراحله الأولى، أو ممكن نقوله ركود، لحد ما تزيد الأمور دلوقتي، يتقلص الطلب وينهار الطلب، فشيء طبيعي بينهار العرض نتيجة لذلك، لأن ما حدش بيطلب سلع. والموضوع ده دلوقتي خد أنت القطاعات، ندي مثال بسيط سريع. عندي مثلا قطاع الطيران شبه واقف، قطاع السياحة شبه واقف في هذا الإطار، خاصة أن السياح الصينيين كانوا أكبر نسبة سياحة على مستوى العالم. عندك الصين النهاردة بتمثل ثاني اقتصاد في العالم، والولايات المتحدة رقم واحد، فالقطاعات الاقتصادية داخل البلاد دي فيها نوع من الشلل، فشيء طبيعي مؤثر على كافة دول العالم. هذا الإطار الاتحاد الأوروبي نفس الوضع، كلنا شفنا، لأن كل دولة بتبحث النهاردة أنها بتدور على مصالحها الضيقة دون مصالح الآخرين، وشفنا ده في علاقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول. الصين نفس الإطار، تأخرت في الإعلان على الموضوع من أجل مصالحها. فالعالم كله حقيقة متأثر بموضوع الأزمة، القطاعات الاقتصادية كلها تستطيع أن تقول أن فيها انهيار وشلل تام، والأمر مرتبط، الحل مرتبط بوجود علاج للأزمة. طيب على حسب العلاج يطلع، على حسب، أقول لحضرتك ممكن نقعد قد إيه بعد كده عشان الاقتصاد يبدأ يتعافى. طيب يعني ربما حديث العلاج يعني يتأخر إلى المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن قبل ذلك أريد أن أذهب إلى الرباط. دكتور عبد السلام، لو ضيقنا دائرة الحديث قليلا وتحدثنا عن الأضرار المتوقعة، أين يتمركز الضرر في اقتصاديات الدول العربية بسبب جائحة كورونا؟ طيب يبدو أن ضيفنا من الرباط لا يسمعني، أعود مرة أخرى إليك دكتور أشرف. يعني أنت قلت بأن هناك، ذكرت كلمة انهيار اقتصادي، ألا ترى أن هذه الكلمة ما زال باكرا الحديث عنها، أم أنك تعني بالضبط انهيار، وما معنى الانهيار هنا؟ أنا قلت انهيار الطلب، يعني الطلب فيه نوع من التقلص، طلب ما فيش طلب على السلع. أنت عندك دلوقتي لازم نميز بين حاجتين، عندنا السلع المعمرة والسلع الكمالية بالذات يعني، والسلع الأساسية. لو جينا للاقتصاد الحقيقي سواء في الدول، أي دولة في العالم، الاقتصاد الحقيقي النهاردة أنت بتنتج سلع أساسية وبتنتج سلع تانية نقول عليها تكميلية أو كمالية. السلع الكمالية الآن الطلب عليها واقف، عند حضرتك ده واقف، لكن السلع الأساسية الطلب النهاردة بيزيد على إيه؟ على السلع والخدمات الصحية، هو ده اللي موجود في العالم. فده اللي أقصده في عملية انهيار الطلب في السلع الكمالية. في انهيار في الطلب فعلا في السلع الكمالية، العرض هيعمل ايه؟ مش هيقدر يعرض لان في انهيار في الطلب، فده شيء طبيعي، وده اللي بيعمل الكساد اصلا. الكساد لما بيتعاظم الكساد بيبقى نتيجة لهذا الوضع. لكن مش معنى كده ان اقتصاد العالم كله انهار، احنا بنتكلم على عملية العرض والطلب بالصورة دي. لكن احنا في أزمة، زي ما قال المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ان أسوأ من أزمة 29 وأسوأ من أزمة 2008، عشان الناس ما تهونش الموضوع ولا برضو تهوله. فإحنا في أزمة فعلا، الأزمة مرتبطة بوجود مصل يحل المشكلة. الأمور لو استمرت هتسوء أكتر، ممكن يحصل انهيار كبير بقى بالنسبة لاقتصادات العالم كلها. فالأمر متوقع بشيء اللي هو زي بقول لحضرتك وجود مصل. لكن موضوع الانهيار في الطلب موجود. قس أنت النهاردة على المستوى الشخصي، أنت النهاردة بتروح تطلب سلع إيه؟ يعني دلوقتي يا أستاذ جهاد، أنت أو أنا أو غير بيروح يطلب إيه النهاردة؟ هل بيطلب سلعة كمالية النهاردة؟ ولا كل تركيزه على احتياجاته من المواد الغذائية، من الأمور الصحية؟ هو ده القطاع النشط. أما بقية القطاعات ففيها نوع من التقلص، وأستطيع أقول نوع من الانهيار في هذا الوضع. نعم ببساطة. طيب ضيفنا من الرباط عاد إلينا، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد السلام. يعني لو ضيقنا دائرة الحديث، كان يتحدث عن الأضرار الاقتصادية ضيفنا الدكتور أشرف من إسطنبول، عن الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي لجائحة كورونا، لو ضيقنا الحديث وتحدثنا أين يتمركز الضرر الاقتصادي في المنطقة العربية تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي الكريم على الاستضافة، وشكرا للأخ الضيف، وعذرا لأنني لم أسمع
التقرير ولا ما تمكن من سماع الاخ البيت. وعلى كل حال الاضرار والعواقب الاقتصاديه هي كثيره وكثيره جدا على مستوى العالم العربي وعلى مستوى كل دوله عربيه على حده. فاليوم على سبيل المثال اذا اخذنا المغرب كصوره مصغره لهذه البلدان العربيه، اليوم هناك يعني القطاعات الاقتصاديه بنسبه كبيره جدا، نكاد نقول 80 او 90% من النشاط الاقتصاديه هي النشاطات الاقتصاديه هي الان مجمده، باستثناء النشاطات الاساسيه لبعض يعني الانتاجات الزراعيه وبعض الانتاجات الخدميه وغيرها المرتبطه بالحياه الاساسيه للانسان. فلذلك يعني هناك ضرر سواء على هذه القطاعات او على العاملين بها، وخصوصا ما نسميه بالقطاعات غير المهيكله. القطاعات غير المهيكله التي هي اساسا يعني تعتمد على العمل اليومي او ما نسميه بعمل المياومين او بالمهن الصغيره او بالمهن يعني شبه المهن ما نسميه باصحاب البطاله المقنعه. فهذه المهن اليوم اصحابها متضررون، واليوم يعني اصبحنا بحاجه يعني في البلدان العربيه الى 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 نوع من التضامن الاجتماعي الذي لم يسبق له مثيل، لكي نتمكن من توفير العيش الكريم في حده الادنى لهذه الفئات المتضرره. اذا هذا على مستوى البطاله وعلى مستوى التسجيل على مستوى القطاعات التي في الحقيقه يعني تضررت كثيرا. صحيح الان بدات بعض البلدان العربيه المغرب الاردن مثال يعني تسمح باستئناف بعض الانشطه، ولكن الانشطه الاقتصاديه والتجاريه، ولكن في حدودها الدنيا. اليوم اصبحنا امام ملايين العاطلين، زادت عن الملايين التي كانت عاطلة. طيب ونخشى ان بعض البلدان العربيه قد تتحول هذا الى 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 نوع من التمرد الاجتماعي كما بدات اليوم تلمس بوادره السودان. اليوم يعني عدد من القطاعات في السودان تمدت بان المواطنين اصبحوا اولئك يتوفرون على طيب الاساس في معيشتهم. دكتور عبد السلام، يعني هذا الحديث يخوضنا بالضرورة إلى الحديث عن الأمن الغذائي، وهناك تقارير دولية، أسأل الدكتور أشرف في إسطنبول، تقارير دولية عدة تحدثت عن انكشاف في الأمن الغذائي لدول كبرى أمثال الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال هو إلى أي مدى هناك انكشاف في الأمن الغذائي للدول العربية، الأمن الغذائي وليس الاقتصادي، الأمن الغذائي للدول العربية، الأمن الغذائي للمواطن العربي في الدول العربية، هل هو مهدد في ظل هذه الأزمة؟ طبيعي مهدد طبعا. انت عندك في فجوه غذائيه عربيه وفقا لتقرير الصندوق النقدي العربي 34 مليار دولار، ده الفجوه الغذائيه العربيه. احنا مشكلتنا غالبيه دولنا العربيه ما بتنتجش احتياجاتها الغذائيه. انت لو جيت لدوله زي تركيا، دوله زي تركيا المواد الغذائيه بتستقى بالكامل من داخل تركيا. الامر الثاني ان هي دوله مصدره مثلا لاوروبا كمان رقم واحد. احنا عندنا في الدول العربية الكلام ده للأسف الشديد مفيش، عندنا فجوة غذائية موجودة، مع ان ده مهم جدا، موضوع الغذاء مهم جدا 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 للأسف. فوضع الدول العربية في هذا أشرف، كنت أقرأ عن تقريرا عن الكويت بأنها لديها فائض غذائي في مستودعاتها لمدة 6 أشهر، هل هذا يعتبر حماية لأمن الغذاء المواطن الكويتي مثلا؟ هو ده فائض بس مش من إنتاج الكويت، ما احنا بنتكلم على كده. الدول العربية يعني الانتاج مش الكويت لوحدها، الدول العربيه كلها، حتى مصر اللي فيها النيل نفس المشكله، خدت نفس الاطار العام. الدول العربيه عندها ازمه غذائيه فعلا. الدول العربيه لا هي بتوفر لا غذائها ولا دوائها ولا سلاحها ولا حتى لبسها ولا اكلها ولا شربها. هو ده اللي احنا عايشين فيه، ولعل الازمه دي تخلي الناس تقف مع نفسها. يعني مثلا حد مثال قطر، مثلا قطر استفادت من الحصار ان عملت نظام الصوب والكلام ده،
قلل مشكله المواد الغذائيه عندها شويه، قدرت تواجه الوضع ده، نقطه برضو من ضمن النقاط. فده في فعلا ازمه غذائيه او فجوه غذائيه في الدول العربيه. ده بالنسبه للغذاء. انا كنت بس عاوز اشير لنقطه، ان في مصيبه كبرى كمان، ان انت عارف الموضوع مرتبط بالبترول. الدول العربيه، الدول العربيه دول ريعيه، دول احاديه الاقتصاد، ما عندهاش تنوع في الهيكل الاقتصادي، يعني لا الغذاء بتوفره حتى صادراتها. يعني انت عند حضرتك دلوقتي الدول العربيه الطلب الخارجي على الصادرات العربيه 48%، الخارجي مش من بين الدول العربيه بعضها البعض. النفط بيمثل اهم سلعه بالنسبه للدول النفطيه. فالدول النفطيه النهارده للاسف الشديد دورها سلبي، خاصه ان سعر البترول نزل من 64 لاقل من 30. وشفنا دلوقتي نماذج موجوده، شفنا اللي حصل في السعوديه من عمليه التقشفات الموجوده وغيرها، لان اعتماد على النفط، النفط قال ما فيش هيكل انتاجي متنوع داخل الدول العربيه، ودي من ضمن المصائب الكبرى اللي احنا عايشين فيها. ما يجيش دلوقتي انا كل اعتماداتي على البترول، أو الدول اللي هي أصلا غير مصدرة للبترول، نعم، أو غير معتمدة على البترول هتستفيد من انخفاض السعر، لكن طيب. إحنا فين من هيكل البنية نفسها؟ ثمة فارق بين الدول العربية النفطية الريعية والدول العربية الأخرى، سنتحدث عنه بعد الفاصل، لكن أريد أن أفهم منك باختصار دكتور أشرف لو تفضلت، عن ماذا يعني انكشاف الأمن الغذائي للمواطن العربي؟ يعني انكشاف الامن الغذائي ان بصوره بساطه هتكون في مجاعات لو الامور استمرت وما قدروش يوفوا انتاج الناس. ولذلك انا بتكلم بكل صراحه، لازم الدول تفكر في حتى في المرحله اللي احنا فيها ازاي توفر على الاقل جزئيا احتياجاتها من الامن الغذائي. لكن الامور لو استمرت طب هيعملوا ايه؟ فهي دي نقطه. معنى انكشاف يا استاذ جهاد، ربنا بيقول اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دول اي جناحين لاي اقتصاد في الدنيا، الاطعام من الجوع والامان من الخوف. فاذا ما توفرتش المواد الغذائيه عليه العوض ومن العوض، لكن احنا طبعا الحمد لله اعتقد مش هنوصل للمرحله دي يعني ان شاء الله. طيب نحن يجب ان نصل الى الرباط الان لاسال الاستاذ الدكتور عبد السلام بلاجي. التقارير الامميه تتحدث عن ان الوطن العربي سيفقد نحو مليوني فرصه عمل. هل يمكن ان تحدثنا عن القطاعات المحتمله التي يمكن ان تخسر هذه الفرص في المنطقة العربية؟ هو الرقم في حد ذاته رقم أعتقد أنه لا يعكس الحقيقة، لأن أعتقد أنا أن هذا الرقم بطيء جدا، وأن يعني مناصب التي سيفقدها العالم العربي أكثر من ذلك بكثير، أكثر من ذلك بكثير. لأن أنا أنطلق من حالة المغرب. على المغرب يعني قبل يعني هذا الجرثوم التاجي او فيروس كورونا كما يسمى باللغه الاجنبيه، يعني كانت نسبه البطاله ما بين 9 الى 10%، بمعنى انه يعني حوالي مليونين يعني قبل الان. انا اعتقد انه اذا اخذت حاله المغرب لوحدها يعني احتمال انها فقدت الان اكثر من مليونين منصب شغل لوحدها، المغرب لوحده، فتضاف الى مليونين سابقين معناه اننا الان حوالي 4 ملايين. لذلك انا هذه الارقام هي ارقام يعني طيب الأرقام حتى لو كانت الارقام اكثر من ذلك بكثير، هل الدول العربيه قابله على تحمل مثل هذه الارقام؟ هناك حالات الدول العربية تختلف من دولة إلى دولة. إذا أخذنا مثلا الأقطار النصية التي تعتمد في على استيراد المواد الغذائية بنسبة كبيرة جدا، هذه بطبيعة الحال ستكون عندها إشكالات كبيرة، لأن عدد من البلدان مثل الولايات المتحدة فرضت حظرا على 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 تصدير بعض المواد الغذائيه خاصه القمح. اذا اخذنا مثلا دوله مثل مصر تستورد حاجتها من القمح 100%، هذا اشكال. اذا اخذنا دوله مثلا مثل المغرب تستورد حوالي ما بين 30 و40% من احتياجاتها من القمح، يعني سوف تكون ندره نسبيه، بمعنى انه ممكن أن يكون هناك تغلب على الوضع. بالنسبة للدول النفطية الخليجية عموما، نعم، إذا لم تستطع أن تؤمن يعني
لاستيرادتها من القمح اساسا من الخارج هنا ستكون اشكال، خصوصا ان الدول العربيه حتى الان التي اعلنت عن وجود امن غذائي لا تتجاوز احسن دوله 6 أشهر، وهذا معدل مقبول، هذا معدل مقبول في الاحوال العاديه. لكن اليوم لا قدر الله اذا استمر هذا الجرثوم التاجي، وباء الجرثوم التاجي اكثر من هذه المده، لا قدر الله، نرجو الله عز وجل ان لا يستمر اكثر من ذلك. اذا استمر اكثر من ذلك معناه انه سوف تكون الاوضاع كارثيه لا قدر الله، خاصه في البلدان طيب. التي تريد المواد الغذائيه بصفه كامله. اريد ان اشير الى مثلا حاله المغرب اليوم، انا كوني اعيش هنا رغم هذا النوع من البطاله التي تزايدت، لكن الى حد الان المواد الغذائيه والخضار يجيها المغرب 100%، بل انه يصدرها. الى حد الان الخضار والفواكه لم تتجاوز الاسعار الحقيقيه التي كانت قبل هذا الوباء، بمعنى الى حد الان هناك استقرار، الى حد الان ليس هناك تاثر يعني رغم البطاله التي وقعت. فنرجو الله عز وجل ان بقيه البلدان العربيه ليست لدينا معطيات دقيقه عن كل بلد، ولكن المعطيات العامه هكذا تبدو، والله اعلم. نعم. طيب، يعني الخيارات التي تملكها الدول العربيه لمواجهه هذه الاضرار الاقتصاديه المحتمله في سياق اقتصاد عالمي كله يعني يتراجع يوما بعد اخر في ظل هذه الجائحه، هذا ما نبحثه بعد العوده من هذا الفاصل. أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على المنطقة العربية إلى إسطنبول. دكتور أشرف، يعني الآن الأسواق النفط تراجعت بشكل حاد، وكثير من الدول العربية تعتمد على النفط من عائدات بيع النفط، والسياحة توقفت، شبه توقفت تماما، الأسفار توقفت، عجلة الإنتاج تراجعت بشكل كبير جدا في الدول العربية. ما الخيارات، ما الحلول الأولية طبعا التي يمكن للدول العربية أن تتخذها للتقليل في المرحلة الأولى من آثار هذه الجائحة؟ شوف حضرتك، والله الدول العربية خدت اتجاهات، أنا ما أقدر يعني بصراحة ما أقدرش أقول مش كويسة، لا بالعكس، في كوارث رهيبة تمت في الدول العربية. يعني مثال الكويت زي حضرتك ما قلت، الموازنة الاستراتيجية عندهم 6 شهور، ودي شيء جيد. السعودية للأمانة أيضا خدت إجراءات جيدة بالنسبة للجانب الصحي أيضا، وهذا الإطار، وإن كان ليتحفظ على اللي تم بالنسبة لسياسة التقشف في السعودية بصورة ممكن يكون لها ضرر صراحة أكبر، لأن في الامور زي دي الامور ما بتحتاجش ان تقشف بزياده عن اللازم زي ما حصل كده، موضوع تخفيض الرواتب، موضوع كذا، يعني لو في فرصه ممكن اتكلم عن ده تفصيلا، لكن انا بتكلم على اطار الدول العربيه كلها. اداره الازمه الان في بعض الدول بصراحه تم بصوره جيده، زي مثلا السعوديه، زي موجود الكويت، زي قطر، سلطنه عمان، يعني في بعض الامور تم فيها الاداره بصوره جيده. اللي هم خدوه حقيقه كل الدول لجأت انها تزود كميه السيوله الموجوده في السوق، انا بتكلم دلوقتي على اداره السياسه النقديه عشان ما يحصلش انهيارات اقتصاديه، زودت كميه السيوله في السوق، خفضت سعر الفايده مع تحفظنا على سعر الفايده في هذا الاطار ايضا، بداوا ان هم يدوا اعانات اجتماعيه للناس الموجوده في المجتمع بحيث ان هم يقدروا ان يعيشوا، بداوا ياخروا الاقساط بتاعه الناس المدينين في البنوك نفس الاطار العام، دي كلها خطوات لان احنا في ازمه، والازمه بيقولوا على حاله غير طبيعيه، وهي الازمه بتبقى لفتره ان شاء الله وتنقضي، فاعتقد ان الاجراءات دي شيء طبيعي، لكن المشكله
كيف يتم الاستفادة من الأزمة والاستفادة منها سواء من فرصها أو من تهديداتها. هي دي المشكلة. القصور اللي حصل عندنا دلوقتي نتيجة إن إحنا دول ريعية ومعتمدة على هيكل إنتاجي وحيد، لابد النهاردة التفكير يتم الاتجاه إلى تعدد الهيكل النشاط الاقتصادي جوه البلد، بحيث إن أنا ما أبقاش رهينة لشيء واحد. أنت شفت دلوقتي حضرتك ترامب خد دلوقتي تجربة، قال لك بعد كده ما عدتش أسيب أموره كلها رقبتي كلها في إيد الصين، لأن الإنتاج الأمريكي أساسا قايم غالبيته على العمل داخل الصين، ده اللي موجود أساسا. فدلوقتي أصبحت الصين ماسكة رقبة أمريكا في عملية الإنتاج، فأنا أعتقد حتى بعد كده هيبدأ يغير الاتجاه ويروح لدول ثانية زي إندونيسيا، زي ماليزيا، زي المكسيك، زي غيره في هذا الوضع. فالدول العربية محتاجة إلى تنميع هيكل الإنتاج بتاعها نتيجة لهذه الأزمة كفرصة تستفيد منها. طيب، في الرباط دكتور عبد السلام، يعني الحديث عن الحلول الاقتصادية لابد أن يسبقه عن الحديث عن البعد الإداري والسياسي في أي دولة عربية يمكن أن تواجه تداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة. أي مسار سياسي يمكن أن تسلكه الدول العربية مجتمعة للتقليل من هذه الآثار برأيك؟ على كل حال، المسار السياسي والمسار الاقتصادي هما مرتبطان، واليوم نرى البلدان العربية يعني منكفئة، كل بلد منكفئ على شأنه الداخلي، يحاول أن يهدئ الأوضاع، يخاف كل بلد الآن أصبح يخاف من ثورة غير متوقعة، لأن الأوضاع يعني ساءت. إدارة هنا مثلا أخذنا على سبيل المثال لبنان وقع انهيار تام، يعني اليوم انهيار تام، يعني هناك تشكيك في المؤسسات في البنك المركزي، هناك البنوك يعني بصفة عامة أو الأبناك لا ترفض التعامل بنفس التعامل الذي كان قبل الجائحة، هناك يعني انهيار للعملة المحلية، يعني الليرة اللبنانية نزلت من 1900 ليرة للدولار إلى حوالي 1500 ليرة للدولار، بمعنى أن المواطن اللبناني فقد أكثر من 60% من قدرته الشرائية. يعني هناك تململ اليوم كما رأينا كذلك في السودان، هناك تململ وهناك تهديد، والناس خرجت ببعض المسيرات وغيرها تطالب بالحد الأدنى للمعيشة، بمعنى أن هناك يعني هناك الآن الأنظمة أصبحت بعض الأنظمة يعني تخشى أن تقوم ثورة، لأن هذا مستطيع أن تؤمن الحاجيات الأساسية، ولم تستطع حتى أن تتحكم في 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 في, في تدبير هذه الجائحة وتدبير زمن هذه الجائحة بشكل جيد. كما رأينا بعض البلدان مثلا المملكة العربية السعودية اليوم رفعت من قيمة الضريبة على القيمة المضافة دفعة واحدة من 5% إلى 15%، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير كبير يعني اقتصادي واجتماعي على فئة عريضة من المواطنين، لأن معنى أن 15% ستنصب وستقطع من المواد الأساسية، وستضاف إلى أثمان مواد أساسية والمواد الغذائية وكل السلع والبضائع. بمعنى اليوم يعني الآن يعني هناك تساؤل كبير حول يعني كيف سنخرج من هذه الأزمة. إذا أخذنا جوانب أخرى، بعض البلدان التي فيها حروب تنعكس بطبيعة الحال على الجانب السياسي والاجتماعي للجانب الصحي، إلى بالإضافة إلى الجانب الصحي، هناك اليوم الوضع في ليبيا على كل حال عموما يسير نحو الأحسن، لأن الحكومة هي المعترف بها دوليا يعني تسترجع مكانتها وتسترجع عددا من المناطق التي كانت تسيد المتمردين، لكن مع ذلك مستقبل ليبيا يعني الاستقرار السياسي والعودة إلى طبيعتها وإرساء نظام سياسي يعني طيب مستقر هو في مهب الريح الآن لا نعرف. طيب دكتور تحدثت عن بعض المشاكل التي شابت القرارات التي اتخذتها بعض الدول أمثال السعودية. سؤالي، هل يمكن معالجة الاقتصاد بالسياسة بمعنى آخر أو بكلمة أخرى،
هل يمكن أن هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بسبب كورونا، هل يمكن أن تدفع الدول العربية إلى إصلاحات سياسية جذرية وعميقة كردا على أي تداعي اقتصادي محتمل؟ الذي نراه اليوم هو العكس. الذي نراه هو أن كثير من الحكومات العربية استغلت جائحة هذا الوباء وشددت من قبضتها على الحريات، ضاعفت من شديد قبضتها على الحريات. فيعني وهذا فيه نوع من جانب يعني ضروري وإيجابي لفرض يعني إجراءات الوقاية، وإن كانت الوقاية ينبغي أن لا تكون أمنية فقط، لكن ينبغي أن تركز على الجانب الصحي. فاليوم كثير من البلدان العربية جعلت الحجر حجرا سياسيا وأمنيا وليس حجرا صحيا، بمعنى حتى الحواجز التي تكون يعني منتشرة هنا وهناك لا نجد بين أفرادها طبيب أو ممرض أو من يفحص درجة الحرارة أو يعني انتشار الوباء، ولكن نجد من يمنع الناس من تنقل من مكان إلى مكان. فهذا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشكل هذا النوع من التصرف يؤكد بأن هناك توجس من كثير من الأنظمة العربية، توجس وتخوف من انقلاب الأوضاع الاجتماعية ووصولها إلى حد من الاحتقان لا يمكن التحكم فيه. فلذلك يعني نرى أنه ينبغي على البلدان العربية الآن أن تنسق صحيا، صحيح الجانب الأمني مهم، ولكن ينبغي أن لا تكون المقاربة الأمنية هي الطاغية، وكذلك ينبغي أن لا تغفل القضايا قضايا الأمة. اليوم نرى وزير الخارجية الأمريكي يزور الكيان الصهيوني الغاصب من أجل تمرير ما عجز عن تمريره في الظروف العادية. وإذا لم تكن البلدان العربية متيقظة، مع الأسف هناك اليوم محاولة للتطبيع هنا وهناك وخاصة في بعض البلدان الخليجية، ستمرر تمرر صفقة القرن التي عجز الصهاينة والأمريكيون على تمريرها في الظروف العادية. طيب سأعود إليك بعد قليل دكتور، لكن في إسطنبول دكتور أشرف، هل يستوي الدول الخليجية ذات المدخول النفطي والثرية مع الدول العربية الأخرى الفقيرة أو متوسطة الحال، هل يستويان في امتلاك الخيارات والحلول لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية؟ هم لا يتفقان، ويعني ليسوا سويا في هذا الأمر. لكن اعذرني، لأن أنت حضرتك أثرت قضية الجانب السياسي. الجانب السياسي ليه دور للأسف الشديد، لأن في أمور مفروضة فرضا. يعني حضرتك أنت لما يكون عندها دول عندها ثروة نفطية وعندها صناديق سيادية مثلا يعني، وعندها كل ده، وتروح النهاردة تعمل نوع من التقشف وتاخد من رواتب الموظفين أو تزود ضريبة القيمة المضافة، وهي عندها ثروات أصلا موجودة، خدت بقى حضرتك؟ هي دي الإشكالية. فأنت بتحس أن الحلول حلول غير طبيعية، حلول لا تنشأ في وضع طبيعي. فالنهاردة لما أجي أشوف موضوع التقشف مثلا، أنا بدي مثال بسيط، التقشف إحنا كاقتصاديين عشان نعالج التقشف لازم نخفض الضريبة، ده مهم جدا بالنسبة لنا، نزود عملية الإنفاق عشان نساعد على السوق يمشي. مهم أيضا أن الحاكم يبدأ بنفسه، هو رقم واحد اللي يتقشف، زي سيدنا عمر ما عمل في عام المجاعة. النهاردة رقم واحد هو يكون قدوة في هذا الإطار، للأسف ده مفقود في دولنا العربية. لكن دكتور، أنت انتقدت قضية التقشف وقضية يعني فرض ضرائب زائدة، لكن انخفاض، أنت تعرف أن الدول الخليجية مثلا الخليج العربي دول نفطية بامتياز، وهناك مصاريف ونفقات كبيرة وهائلة على الدولة، وكلها تتحقق من العائدات النفطية، وأنت تعلم أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير جدا. ممتاز، ببساطة جدا. ما أنا بقول لحضرتك أتقشف إزاي؟ أنا مش ضد التقشف، أنا في آلية تطبيق التقشف. أول حاجة أبدأ بمين؟ بالمسؤولين، هم رقم واحد يتقشفوا، ده رقم واحد. رقم اثنين حضرتك دلوقتي، إن أنا دلوقتي ما جيش دلوقتي أزود الضرائب، لأن الضرائب هتزود حالة الكساد اللي عندي. دي نقطة مهمة جدا، الضرائب هتوقف الإنتاج أكتر بالصورة دي، وأنت أصلا العجلة واقفة ما تجيش تزودها. ده على فكرة اللي بقوله لك ده روشتات موجودة من 29 لحد النهاردة. الامر يعني فانت لازم تزود، انت لازم تشجع على الانفاق المعتدل، حتى لو هتاخد قروض، شوف لحد فين، لو هتاخد قروض مع تحفظي على القروض الربويه،
لكن لو هتاخد قروض افضل ما انك انت تقلص رواتب الناس او تفرض ضريبه، لان ده اثره هيكون سلبي على الاقتصاد. فانت حضرتك بتقول لي الامور النفطيه، هل دي اول ازمه تمر بها دول الخليج؟ ما مرت بازمات قبل كده، الازمه بتبقى ازمه مؤقته وبعد كده بتروح لحالها ان شاء الله. انا متاكد ان الازمه دي ايضا ستكون مؤقته، لكن انت عندك صناديق سياديه، طب ما تاخد منها، ما تسيل بعض اذون الخزانه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه، خدت معاها. طب ما كل الدول الخليجيه الا ما شاء الا يعني عشان ما عممش عملوا نزلوا سندات وخدوا قروض، ده تم. قطر نفسها عملت قروض بنفس الاطار العام. فاللي اقصده انت ما تجيش على المواطن. وانا افتكر الشيخ سعد الصباح الله يرحمه في فتره من فترات لما نزل سعر البترول وكان في بديل عنده انه يخفض رواتب الناس، رفض رفضا بتاتا، قال لك لا استطيع ان افعل ذلك واخفض رواتب الناس. فالنهارده الحاكم دايما يبدا بنفسه يا استاذ جهاد، دي القصه الاساسيه. لكن ما تقوليش انت تقشف وانت عايش في طرف، يعني ده مش منطق. طيب مش منطق ان انت تكون كل يوم عايش في طرف وعمال تشتري هنا وهناك ومحرم عليها حتى لقمه العيش كلها، هذا ليس منطق. اما الدول غير النفطيه بقى زي حال مصر وغيرها للاسف الشديد هنا الاستفاده بتاعتها في الظروف دي في انخفاض سعر النفط. لكن المشكله الكبرى ان هم بداوا يلجأوا للديون مره اخرى، والديون من اجل ترقيع الديون مش من اجل انتاج وعمل قيمه مضافه، ودي اشكاليه ثانيه في هذا الوضع. هنا النهارده صندوق النقد قال اللي عاوز قرض هديله، بعض الدول نطت وراحت لصندوق النقد عشان تستفيد من هذه القروض. هم لجأوا لعمليه الاقتراض، انا مش ضد الاقتراض، انا ضد عمليه الربا، لكن انا مش ضد الاقتراض اذا كان الاقتراض هيعمل قيمه مضافه في المجتمع. ذكرت في بدايه الحلقه، اثرت قضيه ان ازمه العشرينيات من القرن المنصرم التي عقبت نهايه الحرب العالميه الاولى، عطفا على ما تفضلت به اسال الاستاذ او الدكتور عبد السلام بلاجي في الرباط، في العشرينيات في ازمه الكساد الكبير انغلقت الدول على بعضها وصارت كل دولة يعني تعالج مشاكلها الداخلية كما لو أنها هي العالم بذاته. هل يمكن فيما يتعلق بالدول العربية اليوم أن يحصل هذا مكررا، بحيث أن هناك تنغلق الدول العربية على نفسها في معالجة أزماتها الاقتصادية، أم أننا يمكن أن نشهد تكاملا سياسيا عربيا يفضي إلى مقاربة ما تنجي الدول العربية من خطر اقتصادي قد يكون مقبلا على الطريق؟ مع الأسف الجواب سلبي، لأن البلدان العربية لم تستطع أن تحقق التكامل فيما بينها، تكامل اقتصادي بطبيعة الحال في ظروف الرخاء، فكيف تحققه في ظروف الشدة؟ اليوم كل بلد يعني منكفي على شؤونه الداخلية مع الأسف. ونحن يعني نشجع اليوم على الأقل، نقول في هذا الظرف على الأقل إذا استطاع كل بلد عربي أن يدبر هذه الظرفية أن يدبرها بنجاح. أما التفكير في التكامل العربي والتنسيق العربي في المجال الاقتصادي فينبغي أن يأخذ مجراه، ربما ينطلق الآن، ربما تكون من قبيل ربما ضارة نافعة، لكن يعني ربما يأخذ يعني انطلاقته من الآن. لكن مع الأسف إلى حد الآن لا يوجد. مثلا نعطي مثال، نحن مثلا دولتان شقيقتان المغرب والجزائر يعني متجاوران، الجزائر تنتج النفط، المغرب لا يعني يستورد النفط من الجزائر، يستورده من روسيا، يعني مئات الالاف الكيلومترات. يعني الجزائر لا، يعني المغرب عنده اكتفاء يعني ويصدر الخضر والحوامض والحبوب بعض المنتجات الفلاحيه الى اوروبا، والجزائر قريبه منا، لا تستورد منا، تستورد من دول اوروبيه مع كامل الاسف. اذا المشكله سياسيه قبل ان تكون اقتصاديه في الدول العربيه. هي مشكله مزدوجه اقتصاديه سياسيه، لكن راس الامر هو انه مشكل سياسي. طيب لكن اذا سمحتم الاخ زياد اعطيكم يعني نوع من التدابير المغربيه، ليس من باب يعني الوطنيه الضيقه، ولكن الباب انها يعني اجراءات ارى انها يعني في العموم جيده. فالمغرب احدث صندوقا خاصا بالازمه وفتح باب التبرع لكل المنشآت والشخصيات، وكما قال الاخ الدكتور اشرف دوابه الملك هو اول متبرع، الملك هو اول متبرع ب يعني مليارين من الدراهم،
وكان كان 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 الحد الاقصى المقرر لهذا نعم. الصندوق طيب. هو مليار دولار، لكن وصلنا الى 3.5 ملايير دولار. طيب. طيب دكتور، يعني دكتور عبد السلام، يعني ارجو المعذره عن المقاطعه لضيق الوقت، يعني انا مضطر ان اذهب الى اسطنبول مره اخرى. دكتور اشرف، الدول العربيه اقتصاداتها جلها ريعيه، تعتمد على النفط وعلى السياحه وعلى هذه واردات تحويلات العمله الصعبه من المغتربين من ابنائها. هل نحن مقبلون على تحول في بنيه وطبيعه الاقتصاد في الدول العربيه بسبب هذه الازمه؟ شوف، اذا كنت بتقول لي اتمنى ذلك، لكن انا صراحه توقعاتي لن يتم شيء، سيخرجون من الأزمة ويعودون كما كان. لماذا أنت متشائم حيال هذا الأمر؟ أقول لحضرتك، وأنا متفق مع الدكتور عبد السلام اللي قاله، يا أستاذ جهاد، لا أستطيع أن أفصل البعد السياسي عن البعد الاقتصادي. للأسف الشديد، يوم ما يكون عندك انتخابات حرة وعندك حقوق إنسان محترمة وفي تداول سلم من السلطة، أقدر أقول اللي أنت حضرتك بتقول عليه. مش احنا دلوقتي كل دولة إلا ما رحم الله ما بنعممش، كل دولة بتدور تتأمر على الدولة الثانية. احنا شغلتنا كده النهاردة، بلناش شغلنا غير كده، ده احنا بقينا أصعب من اللي حدث في الأندلس قبل كده. فالنهاردة أنا بتكلم على رؤية قدامي، اللي أنا شايفه إن لا، المنطقة العربية ممكن تتغير، مش ممكن إن هم اللي موجودين يعملوا نوع من التكاملات اللي بينهم، لا، أنا شايف إن ممكن تغيير بنيوي يحدث غير المتوقع اللي حضرتك بتكلمني فيه، لأن بطبيعة الحال الأنظمة النهاردة للأسف ما فيش نوع من التكامل والتوافق ما بينها، بل هناك نوع من التآمر سواء مخفي أو ظاهر، ده السمة الموجودة الآن للأسف الشديد، إلا ما رحم الله طبعا. حتى لو كانت التحديات الاقتصادية تترك تحديا وجوديا على هذه الدول دكتور؟ لأن كل واحد بينظر على الكرسي اللي قاعد عليه، هي دي المشكلة حضرتك، هي دي المشكلة. المشكلة ما هي حتى لو كانت تحديات اقتصادية، هو كل واحد دلوقتي الأفق ضيق عليه على القطر بتاعه، في النهاية خلص لا هيلاقي نفسه ولا هيلاقي القطر بتاعه. احنا لنا تجارب من التواريخ، النهاردة اللي يقدر يحمي الناس هو التكتلات. انت بعد الأزمة دي، انت حضرتك لو كان عنده وقت اتكلمت كتير، بعد الأزمة دي في فعلا هيتغير، هيبقى في تشكيل وتكتلات. هو السؤال، احنا في ام التكتلات دي، امريكا لن تكون تلعب لوحدها في الملعب، العولمة هتكون موجودة بس مش عولمة ذات قطب واحد. فالنهاردة أنت فين كدول عربية وإسلامية؟ النهاردة المؤهل للموضوع ده المؤهل، لكن في معوقات قدامه. عندك التكتل اللي حصل ما بين تركيا وبين ماليزيا وبين أندونيسيا وباكستان، لكن شفت حضرتك اللي بيحصل، في طرف تاني بيفكك هذا الموضوع، فدي إشكالية موجودة. لكن لو هم حطوا إيديهم في إيد بعض في هذا الوضع، أنا عندي أمل بس في هذا التكتل، لعل الله عز وجل ينفس فيه الخير هذا التكتل. لكن هتقول لي على وضع الدول العربية، الدول العربية انت شايف حضرتك صورة باللي بيحصل في ليبيا، صورة مصغرة على قضية نعم. التآمر نعم. العربي بس. طيب، عشان اكون واقع في هذا الامر. طيب استاذ دكتور عبد السلام، تحدثت عن موضوع السياسي، هل يكفي الحديث عن إصلاحات اقتصادية؟ وأنت قلت أن المغرب قام بإجراءات اقتصادية جيدة في هذا السياق، لكن الدول العربية في مجموعها بشكل عام إلا من رحم الله تعاني من فساد إداري وفساد سياسي في الداخل. إذا لم نتحدث عن إصلاح سياسي جذري، فهل من الضرورة في هذه المرحلة الحديث عن إصلاح سياسي جزئي يفضي بالنتيجة إلى تقليل نسب الفساد كضرورة حتمية لمواجهة أي أزمة اقتصادية في الدولة العربية؟ بطبيعة الحال هنا البلدان العربية كما أشار الدكتور أشرف، يعني هي متفاوتة سواء في الجوانب السياسية أو الجوانب الاقتصادية. فاليوم عندنا الحمد لله عندنا شمعات مضيئة، أنا أقول عندنا شمعات مضيئة، خاصة في المغرب العربي، هناك يعني تونس، هناك المغرب، يعني الحمد لله يعني هناك أمل في ليبيا إن شاء الله عز وجل، وهناك كذلك بعض البلدان الخليجية يعني نرى أنها يعني تسير بخطى حثيثة، يعني الكويت مثلا، التجربة البرلمانية في الكويت يعني تجربة يعني نفتخر بها، نعتز بها، نتمنى أن تلحق بها قطر لأن فيها جوانب إيجابية كثيرة. يعني هناك مبشرات، ولكن على العموم الوطن العربي الآن بين خيارين، بلدان عربية إما أنها أن تدشن يعني مسار
إصلاحي ولو جزئي كما تفضلتم، وإما أن لا قدر الله ستدخل في دوامة. دكتور عبد السلام، أرجو المعذرة، أنا أريد أن أستفيد من حالة التفاؤل التي تسود المنطقة التي تتحدث به. إلى أي مدى يمكن أن نشهد مجتمعات عربية الآن أو دول عربية منتجة تتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي في ظل الشماعات التي تتحدث عنها؟ إذا سمحتم لي يمكن أن أعطي نموذج من بلدي، لأن أعرف عنه صورة كاملة إذا سمحت، ولكن لا تعتبروها يعني وطنية ضيقة. اليوم المغرب يعني فيه استقرار سياسي، فيه انفتاح في الحريات وانفتاح إعلامي إلى حد كبير. لا أقول إننا وصلنا إلى مرحلة مثالية، هذا لا أدعي، ولكن قياسا إلى ما نراه من تضييق على الحريات وغيرها هناك نموذج جيد. تونس اليوم تعتبر نموذجا لممارسة الحريات والتداول السياسي السلمي. لا أعتقد اليوم أن تونس هناك من يضاهيها على مستوى العالم العربي. صحيح عندها ضائقة اقتصادية، لكن إذا استمرت بهذا المسار السياسي يمكن أن تتجاوز هذه الضائقة بعد هذه الجائحة. المغرب فيما أشار إليه الأخ دوابة من قضية التنويع في الاقتصاد، هذه الحالة حالة المغرب. اقتصاد المغرب ليس اقتصادا قويا. حتى ابقى معك يعني دكتور عبد السلام، حتى ابقى معك في اطار السياسه قبل ان انتقل لضيفي في اسطنبول، ما فائده حريه الاعلام والاصلاحات السياسيه اذا لم تقلل من نسب الفساد الاداري مثلا في البلاد والفساد السياسي؟ هذه معضله مع الاسف. اليوم البلدان العربيه تقع في اسفل القائمه، ومنها بلدي المغرب. انا اقول هذا يعني المغرب يعني اقل من 100، لكن تونس احسن نسبيا بكثير من المغرب، يعني في درجه يعني متقدمه. نجد بعض البلدان الخليجيه في هذه المساله متعلق بالشؤون. هل يبقى منطقيا الحديث عن الشماعات التي تفضلت بذكرها في ظل الحديث عن فساد يملا ارجاء الوطن العربي؟ نحن نقول هذه الشماعات، يعني نقول عوض ان نلعن الظلام نشعل شمعه. اما الظلام فهو مع الاسف موجود ومنتشر، ونرجو ان تخرج منه البلدان العربيه. طيب. ولكن اعتقد ان كثير من البلدان العربيه لن تخرج منه الا بثوره اجتماعيه وحراك اجتماعي. بدون طيب. هذا لا يمكن، لان النخب السياسيه المتحكمه لا تريد ان تدشن اصلاحات سياسيه حقيقيه. جميل. الدكتور أشرف، يعني نسير في سياق الدكتور عبد السلام في سياق تفاؤلي، وفي هذا السياق أليس من المنطقي أن يطرح السؤال التالي، وهو أن الملايين من المواطنين العرب الذين هاجروا الأرياف واستوطنوا في أحياء عشوائية حول العواصم العربية الكبيرة مثل دمشق وبغداد والقاهرة وحتى عواصم مثل بيروت، ألا يمكن أن تشكل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب هذه الجائحة هجرة عكسية، العودة إلى الريف واستصلاح الأراضي بدعم من الدولة، ونتحول بشكل أو بآخر إلى مجتمع ينتج ولو كان زراعة؟ طيب الكلام ده هيرجعوا للأراضي، هو فين الأراضي أصلاً؟ هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. ده سؤال مطروح، إذا كنت أنت هتعمل نوع من الاستصلاح، ممكن أقول لحضرتك الدولة تخطط لعملية استصلاح، خطة قومية لهذا الموضوع يكون كويس. ده مهم. ثانياً عاوز أقول لحضرتك حاجة، قضية الأمن الغذائي للأسف الشديد ليست في إيد عديد من الدول العربية. الدكتور عبد السلام إدى أمثلة حقيقة للدول العربية، وأنا عارف إن في دول محترمة جداً وأقدر لها دورها. لكن أحديك مثال، إحدى الدول العربية حبت تزرع قمح، إيه اللي حصل في النهاية؟ جات الأوامر من أمريكا بعدم زراعة القمح. لسه الدكتور عبد السلام بيتكلم على مثلا مصر بتستورد القمح، هيعمل الدكتور محمد مرسي الراجل قدر يعمل تغيير في البنية الزراعية وزادت نسبة إنتاج القمح، وصلت تقريبا كان أكثر من 60%. دلوقتي خلاص الأمور بقى كله استيراد، طب ليه يعني السبب ده؟ يعني ده السؤال اللي بيطرح نفسه. فأنت حضرتك الإرادة السياسية غير متوفرة، فعشان تكلمني على وجود اقتصاد لابد من إرادة تطبق هذا الاقتصاد. إذا ما كانتش إرادة سياسية وطنية حريصة على مصلحة البلد وبتيجي بانتخابات وبتشيلها الانتخابات والشعب ليه دور والشعب هو ولي الأمر، أعتقد ستظل الأمور على ما هي عليه، لأن كل واحد عينه على الكرسي فقط وليس عينه على الشعب، وهو بينظر للقوى الخارجية هي اللي بتحميه. لكن عشان تيجي ناس تروح من راحوا المدن ويروحوا الريف، طب هو فين الاراضي اللي في الريف اللي هيعملوها اصلا؟ يعني كانت لو كانوا لقوا كما ما كانوش مشوا اصلا. ده الامور دلوقتي اسوا في هذا الاطار. يعني خد مصر مثال، النهارده موضوع التصحر في مصر منتشر،
الارض الزراعيه بتقل، طب الناس هتروح فين؟ الا اذا كانت في خطه قوميه بكررها تاني لعمل عمليه استصلاح زراعي، وده مش صعب يا جماعه، ده امر سهل جدا، بس تكون في اراده سياسيه وتحدد المنتجات اللي ممكن تنتجها اللي الدوله محتاجاها في هذا الاطار، سواء بالنسبه بقى لده او بالنسبه للصحه. احنا محتاجين ايضا عمل ثوره في الصحه، بدل ما في ثوره يقوم بها الناس، نتمنى ان الحكام يقوموا بثوره في موضوع الامن الغذائي، وثوره في الصحه، وثوره مش كل حاجه سلاح. وبخت السلاح ده احنا بننتجه، ده سلاح احنا بنستورده، يا اما بيصدأ في دولنا في مخازننا، يا اما بنقتل نعم. بعضنا البعض البعض دي. طيب بدقيقتين استفيد بدقيقتين او اقل دكتور اشرف، هل نحن نتجه إلى وضع الدولة يدها على الاقتصاد مرة أخرى وتراجع الحديث عن الخصخصة في المرحلة المقبلة؟ أعتقد بالنسبة للدول اللي برضو اللي هي فاهمة اقتصاد كويس، هيبقى دور الدولة النهاردة إنك تغل إيد الدولة، ده أمر هيكون من الماضي، لابد الدولة يكون لها دور في إدارة الاقتصاد، بس الأصل القطاع الخاص، لكن موضوع الصحة والتعليم والكلام ده لابد، الخدمات الاجتماعية الدولة يكون لها دور، حتى لو تركت القطاع الخاص يتحرك في هذا الإطار، الدولة أيضا تعمل نوع من التسعير على أساس أن يبقى فيه نوع من التوازن في هذا الأمر. فأعتقد دور الدولة هيبقى أكثر في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في البحث العلمي، في الأمور دي كلها، مع بقاء القطاع الخاص أيضا له دوره، لكن مش هتغل إيد الدولة خالص أنها تحكم ولا تملك زي الجماعة الليبراليين الجدد ما بيقولوا. أعتقد المدرسة دي يعني هيبقى عفى عليها الزمن بعد ذلك. أشكرك جدا دكتور أشرف دوابة من إسطنبول، كنت معنا عبر سكايب، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة إسطنبول. كما أشكر الدكتور عبد السلام بلاجي، كان معنا عبر الهاتف من الرباط، وهو أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. كل الشكر لكم، في حراسة الله.